إذاعة سلطنة عمان. ونحن نؤمن دائما بأهمية تعدد الآراء والأفكار وعدم مصادرة الفكر، لأن في ذلك دليلا على قوة المجتمع وعلى قدرته على الاستفادة من هذه الآراء والأفكار بما يخدم تطلعاته إلى مستقبل أفضل وحياة أسعد وأجمل. البث المباشر، مواضيع مختلفة على بساط الحوار، نحن معكم وعلى الهواء مباشرة ومع برنامج البث المباشر. البث المباشر. السلام السلام على الأحبة الكرام والرحمة والبركات، أهلا بكم معنا والبث المباشر. الله يسعد أيامكم بالخير والصحة والسلامة. اليوم الخميس، نهاية الأسبوع بالنسبة لي، نقول العمل غدا وبعد غد إن شاء الله إجازة، نتمنى أن تقضوها بالخير والصحة والسلامة مع أسركم وعوائلكم إن شاء الله. واليوم اللي سالك طريق هكذا في هذا الوقت نتمنى له وصول سالم، اللهم آمين. دروبكم خضرة، فقط تابعونا إذا أردتم التواصل معنا، فحياكم الله في حلقة اليوم. رقمنا 24602794، والرقم الآخر 24692666. معكم فريق العمل: عبد الله البلوشي، أنس المشيفري، أحمد بن درويش الحمداني، والإخراج لهاني السعدي. للتواصل مع برنامج البث المباشر يرجى الاتصال على الأرقام التالية: 24602794 أو 24692666. البث المباشر، كما يمكنكم التواصل على صفحتنا عبر تويتر @مباشر راديو @مباشر راديو. البث المباشر، البث المباشر، منكم أقرب. أقرب البث المباشر، منكم أقرب. بسم الله، نبدأ بانتظار مكالماتكم. الملاحظة العامة لأحبتنا المستمعين، نقول الذين اتصلوا بنا في الأسابيع الماضية، للأسف اليوم ليست هناك أي ردود، على أمل أن تكون حلقة الخميس القادمة إن شاء الله زاخرة هكذا بالردود التي ننتظرها كما أنتم تنتظرون. أؤكد لأحبتنا الاختصار في الملاحظة، الملاحظة أن تكون تشمل، نقول، موضوع عام يهم أكبر شريحة من المجتمع. المواضيع الخاصة الله يخليكم بالنسبة لمتابعة أرض أو معاملة معينة باسم شخص معين، أعتقد هذا ما مكانها، وعذرونا على قصور تلبية مثل هذه الخدمة، لأن البرنامج يعنى بالمواضيع اللي تهم الناس أكثر وأكثر، اللي تدخل في إطار الخدمات المقدمة من المؤسسات الخدمية، من الوزارات وما شابه. فنتمنى تكون الفكرة واصلة لكم. إذن 24602794 و 24692666 بانتظار مكالماتكم من الآن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي أحمد. حياك الله، مساك الله بالخير. الله يسلمك بالخير والصحة والسلامة. الأخ سيف، بارك الله فيك. حياك الله. ولاية رشاق، سلام عليكم. العوفي، حياك الله، تفضل. الله يبارك فيك. حقيقة عندي موضوعين، ولكن أردت أن أؤكد على مواضيع سابقة. كان موضوع واحي إلى وزارة الخدمة المدنية بخصوص تعديل أوضاع أو إعادة تعيين لمن حصلوا على الدبلوم العام للثانوية العامة،
لم نتلقى أي رد من قبل الجهة المعنية. نعم. فما زلنا إن شاء الله يكون عسى يكون المانع خير. إن شاء الله إن شاء الله. بارك الله فيك. الله. موضوعي طال عمرك، قامت مكتب تحصيل فواتير الكهرباء بنقل المكتب من مركز المدينة في ولاية الرساق إلى منطقة أبعد، هي منطقة فلق الشرى. نعم. فكان هذا المكتب يخدم شريحة كبيرة من المواطنين من كبار السن والنساء وغيرهم. نعم. يعني كان يتوسط قلب مدينة الرساق أو ولاية الرساق. نعم. هذا المكتب، وكان أقرب للناس خاصة اللي ما عندهم سيارات يمشوا بالأقدام إلى هذا المكتب. كان وين بالضبط هو تحديدا في الرساق؟ كان بالتحديد قرب سوق الرساق. نعم. في هذا المكتب، وكان يعني حقيقة يخدم المنطقة بأكملها. وخاصة أنا كما أسلفت لك يعني كبار السن وكذلك اللي ما عندهم سيارات. نعم. والنساء وغيرهم، يعني جميع. ما سألتم إيه سبب النقل قد تكون للشركة أسبابهم؟ والله يتوسع في مكتب أكبر. طيب. ولكن يعني إيش المانع أن يعمل مكتبين؟ لأن بما أن ولاية الرساق ولاية كبيرة كمترامية الأطراف ذا كثافة سكانية عالية، يعني هذا المكتب لو خلوه. طيب. منطقة مكتب آخر في منطقة فلق الشرى. لأن المكتب. نعم. أنت هذا تتوقع كذي يعني سيف، لكن الموقع الجديد اللي هو في فلق الشرى قلت لي صح؟ إيه نعم. كم يبعد من نقول المكان اللي كان قرب السوق، كم يبعد تقريبا؟ تقريبا يمكن حدود 10 كيلو. 10 كيلومتر يعني قد يكون الشركة رأت. نعم. أو 12 كيلو كذا بهذا الطريق. قد يكون الشركة رأت أنه لديهم توسع في خدمات معينة وما شابه، لكن على أي حال هذا يتبع نقول الهيئة العامة الكهرباء والمياه صحيح؟ نعم، لكن صعوبة أخي أحمد، يعني الآن كبار السن ما الفئة الأخرى اللي هي فئة الشباب وغيرهم. طيب. زين. كبار السن ريحوهم يا أخي، خلي أولادهم يروحوا شباب، ليش يعني إذا كان يتعسر عليهم أو صعب عليهم يوصلوا ساعدوهم، لأنه الشركة إذا قالت أنا بتوسع وهذا المكان أفضل وبالتالي لا يبعد إلا 10 كيلومتر من الموقع القديم، فحقتهم واضحة في هذه المسألة. لكن أنا نحن من باب النقاش نقول يعني لا أكثر. نعم. لكن النقطة الثانية لو فتحوا مكتبين كان أفضل أخي أحمد. طيب، أيضا مقترح منك إن شاء الله يوصلهم إن شاء الله. بارك الله فيك. موضوع الثاني إلى وزارة الإسكان. نعم. قامت وزارة الإسكان بمنح أراضي زراعية للمواطنين المتقدمين لطالب أراضي زراعية من الثمانينات. نعم. فوضعت شرط الانتفاع. منحتهم ولا استقبلت؟ لا بالانتفاع. نعم. بالانتفاع، لكن هي الأرض كما تقول مسجلة بشخص محدد. نعم. بملكيات. ملكيات. نعم. نعم. لكن بالانتفاع. نعم. ولكن شرطت عليهم إن لا يعطى تصريح لبئر إلا بعد أن تقام الزراعة وبعد فترة زمنية أعتقد سنة أو كذا. فالآن السؤال يطرح نفسه أخي أحمد، كيف نقيم زراعة بلا ماء؟ يعني كيف هذا الشخص بيقيم زراعة الآن في منطقة صحراوية اللي هي منطقة الملدة بالمصنعة ولاية المصنعة؟ فالشخص هذا كيف بيقيم زراعة؟ كيف بيقيم يعني مواشي وأغنام وغيرهم إذا لم يعطى تصريح لحفر بئر؟ هذه الأرض الزراعية. نعم. ما ممكن تقام عليها وحدة سكنية أو غيرها. طيب طيب، أنت عندك معلومة عن كيفية المياه هناك في الموقع هذا اللي ذكره في المصنعة؟ هل هو عذب؟ هل هو متأثر بالملوحة؟ عندك فكرة؟ إذا كان أخي أحمد إن هم أعلم بها، هذه أمور فنية. نعم. وأمور ناسي هم اللي مختصين بذلك. إذا كان هذه الأماكن يعني فيها تملح أو مثلا لا تصلح للزراعة، كيف تمنح أراضي زراعية؟ هو أنت ما بتفكر تعمل بير إذا كنت عارف المكان إذا كان ما عذب ولا؟ أسألك سيف، هذا موضوع يعني أنت عطوك أرض بحجة ملكية الانتفاع والحين تطالبهم بحفر بير؟ لا، انا لم امنح اخي احمد. هذا موضوع يعني منحت ناس كثيره في الولايه وفي ناس اخرين. ولايه الرستاق. ولايه الرستاق. نعم. لكن في ولايه المصنعه اللي هي منطقه الملده واضح. لكن اخي احمد يعني الان هذا الاشخاص يعانوا الان، يقول احنا كيف نقيم الزراعه، كيف نزرع نخيل، كيف يعني بدون وجود الماء. نعم. طيب المكالمة عامة سيف، المكالمة عامة. وفي أراضي زراعية أخي أحمد مجاورة. نعم.
في أراضي زراعية مجاورة والزراعة ما شاء الله والمياه عذبة. طيب. يعني طيب. ليست فيها إشكالية. لكن طيب. السؤال اللي يطرح نفسه ليش هذا الشرط؟ طيب مشكور يا أخي سيف. بارك الله فيك. الله. بارك الله فيك. الله يسلمك. مكالمة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام والرحمة والبركات. كيف الحال؟ الحمد لله يا أهلا فيك. من معانا؟ معك حسين الحارثي من شرقي شمال إبرة. حياك حسين. عزيزي بسمعي موضوع واحد وهو نعم. يتعلق بموضوع جريان مياه مخلفة عن وادي على الشارع العام في منطقة المعترض بولاية إبرة محافظة شمال الشرقية. طيب جريان مياه؟ ايوه على الشارع العام. على الشارع العام. وصار لها فترة، صار لها تقريبا سنوات ومن دون أي صيانة أو حاجة لهذا الشارع. ما توجهتوا للبلديات في والله البلديات عندها خلفية وصار أكثر من حادث في هالشارع، وقبل يومين تقريبا صار حادثين في نفس المكان. طبعا الشخص هناك لما يروح خلص عاد الماء، صار لفترة طويلة ولما تمر بالسيارة تفقد السيطرة في بعض الأوقات. نعم وين قلت لي المعترض تحديدا؟ المعترض بولاية إبرة السفالة. نعم أيوة. وصار أولا في الحارث تخلف عنها وفاة شخص. طيب أنت تقول لي من سنين والحوادث دائما تستمر هناك والله يتكلم حتى عضو مجلس الشورى الشيخ صالح سعادة العضو عنده خلفية عن هالموضوع وتكلم هو شخصيا عن هالموضوع، ولكن ما حصلنا أي يعني بادرة. هذه المياه يعني تشكل حفرة أو إنها مثل الوادي مجرى؟ هي ما حفرة، بس تعرف إن الماء لما يعني يكون فترة في الشارع مثلا خلاص يعمل لك طحالب، لما تمر بالسيارة تفقد السيطرة، حتى ما خصوصا السيارات الصغيرة هذه اللي ما عندها ميزة مانع. طيب أنا كنت أتمنى حسين أنك تكون أنت متابع في الموضوع عشان نعرف آخر رد وصلكم من البلدية إيش رأيهم فيه، وبعدين هذا الجريان وين جاي يعني متدفق من وين منبعه؟ هو توقع منبعه من ثلج هناك قديم وتأثر بسبب الأودية اللي دائما يتمر منه في المجرى. ارفع لنا صوت وعيد لنا بس المعلومة الأخيرة، من وين مصدره؟ فلج متأثر من عن طريق، أتوقع أن الحاجز مع الفلج منكسر بسبب الأودية اللي تمر دائما من في نفس المجرى. تتوقع بس ما متأكد شكلك حسين. ما متأكد والله. طيب عموما المكالمة كذي واضحة لكن محتاجين لتفاصيل أكثر دقة، لكن ما يمنع أن نسأل الإخوان. عادة العضو صالح المعمري عنده خلفية عن هالموضوع وهو كان متابع في الموضوع شخصيا. والله عضو مجلس الشورى يتابع في موضوع مثل هذا ويظل سنوات ومسبب في حوادث، لابد أن يكون يعني يفعل الموضوع أكثر وأكثر يعني. إذا كان هو يمثلكم هناك وأنتم معتمدين على متابعته هو صحيح؟ هو أتوقع أن الحين المكالمة هذه يسمعها وهو يعرف. نوجه له التحية والتقدير ونقول يعني لابد أن يقف على 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 الأسباب اللي أول شيء تدفق المياه واستمراريتها. أنت تذكر لمدة سنوات وأرجو أن تكون دقيق في ملاحظة كهذه، تقول لي أنه يترك أثر الماء بأنه يعني نحن بعض الأماكن يسموه شبو أو يسموه مخلفات المياه نفسها من فطريات وخلافه، وتعمل عملية تزلق للسيارات. فمهم جدا انه الاخوان في بلدية إبرة سفارة تحديدا انهم يردوا علينا، وكنت اتمنى سعيد حسين فعلا انك تكون وصلت لهم وعرفت ايش الحكاية وايش الحل، لكن ولا يهمك حاضرين ان شاء الله. مشكور جزاك الخير. الله يخليك. حياك الله. جميل هو أن يكون عضو مجلس الشورى يتابع وخلافه، لكن أنتم كأفراد مجتمع وتعيشوا في المنطقة، يذكر سعيد حسين من سنوات وسبب حوادث، فبالتالي لابد أن تكون المراجعة مباشرة، ومن يدري قد يكون هناك أسباب معينة، قد يكون هناك من تابع وعند الرد، لكن عليه تحال إذا كان الإخوان يسمعون الآن في بلدية إبرة
إن شاء الله يجهزون الرد ويعطونا المعلومة حتى ينتفع بها كل من هم يعيشون في تلك المنطقة الولاية اللي حددها المتصل حسين. معنا محمد حمد العلوي. مساك الله بالخير خالد. مساك الله بالنور والصحة والسلامة. كيف حالك؟ بخير عساك طيب؟ يسرك الحال بارك الله فيك. الله يسلمك طول العمر. حياك الله تفضل. أول طال عمرك أشكركم على هذا البرنامج وجزاكم الله ألف خير وأنتم مقيمين في هذه الإذاعة. جزاك الخير الله يسلمك واجب. زين أول قدمت طلبيات من أول ولا جانا ردود من أي وزارة حكومية. طيب نحن ننتظر ردود مثلكم يعني بس قل لي انت ان شاء الله تعالى. وعندي هذا طلب ثاني طال عمرك. تفضل. عندي طلب عشان يسوي ده ولاية تنكل العين. العين طبعا يابسه ما يابسه زين. ونطالب من وزارة البلديات بواب المياه جزاكم الله خير والتواصل معنا حتى البلد تحيه وتصير البلد عامرة لأهالي البلد. تزويد ولاية تنكل بايش الله يسلمك؟ بركوك يعني حق العين هذه. بركوك للعين. إذا البلد ما طالع نطلب من الله تعالى من حكومتنا الرشيدة يكون عشان ركوك وتصبح البلد زاهرة للولاية طال عمرك. طيب وين موقع هذا تحديدا في ينقل الفلج؟ العين هذه موقعها أو العين. نفس البلد يعني في البلد من أول مدخل البلد هي الذي منظر البلد. طيب كيف حالة هذا العين الحين؟ العين الحين يابسة وقت الحاضر وفيه اثقاب طايحات ولا حد معاودين نكيل ان الثقاب هذه لي. الثقاب اللي هي اللي هن المخارج صحيح؟ اللي مخارج للماي. نعم. ما حد متابعين ابد ونطلب من الله تعالى والحكومة تكون تتابع لنا في هذا العين جزاكم الله والف خير ويعني على طيب. الازعاج اللي نزعجكم. لا ما في ازعاج بالعكس تامر امر اخي حمد انت يبدو انك انت يعني متابع الموضوع. هل راجعت قيامة الموضوع دائما انا عندكم في الموضوع طال عمرك. هو ما يكفي انك تتصل في البرنامج انا اقصد هل تابعته انك توجهت الى المؤسسة المعنية بهذا الموضوع قد تكون وزارة الزراعة هل ذهبت لهم هل لكم مطالبات انتم كسكان في ولاية ينقل بعمل رقوق للعين عندما تكون الفلج ما متوفر او غير جاري؟ نعم طال عمرك في وزارة البلديات موارد المياه عندها خلفية عن العين ولا زالت عندها خلفية. اها وش ردهم؟ والرد بعده لا جانا اي رد من هذه الوزارة عشان انه وهي بتكون بالواجب جزاها الله خير واهاليها اللي موجودين من الحكومة يكونوا بهذا الموضوع. هل هل, هل 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 في مزارع متأثرة من عدم جريان الوادي لك مزارع في هذا الموضوع ولا؟ لا والله انا لو الحمد لله رب العالمين كلنا من اولها لاخره. نعم. من اهلي كامل البلد هذه. طيب متاثره المزارع من اولها لاخره طال عمرك متاثره انت تقولنا الحين متاثره بعض المزارع هناك. نعم متاثره طال عمرك اول في مسجد يسموه مسجد البويب. نعم. ومن توصل هذا المسجد اول البلد من ساف المقبله من النخيل والزرايع من البرتغال والموز والاشياء موجود كامل. نعم. وجزاكم الله والف خير طول العمر. الله يسلمك عمرك طويل. وانا تلفوني موجود عندكم واي حاجه ولا شيء ان شاء الله ان اتكلم لك بحاجه واقعيا في هذه الاشياء. تمام اخي حمد شكرا جزيلا لك وان شاء الله اذا بنتابع الموضوع ان شاء الله. جزاكم الله خير. وياك رب العالمين. اكيد مثل هذه الملاحظات مهمه انها توصل والدقه فيها ايضا مهمه. لكن موضوع مثل هذا اكيد يعني الوزارة المعنية يعني علم به لكن سواء كانت وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه ايش الموقع هناك بس مسألة توضيح ايش المنسوب المياه هناك كم عدد الرقوق اللي ممكن تنعمل حتى تخدم الولاية وتحافظ على رونقها وبهائها وزراعتها نحتاج إلى إجابة من الإخوان الجهة المعنية في هذا الموضوع. السلام عليكم. وعليكم السلام سيد أحمد كيف حالك؟ حياك الله بارك الله فيك. بارك الله فيك كيف صحتك؟ حياك الله أخي خليفة. هي نعم خليفة مسعود الرحبي معك. حياك الله. الله يحييك يا ربي. تفضل.
ترى احنا داري انا دخلت معاك البرنامج اول مره، كان سابقا اتكلم في برنامج الشباب كان سابقا استاذ خالد والاخوان هذا الصباح. هذا الصباح نعم، ولكن ردود مش مقنعه، ولكن بعدنا نحاول مره ثانيه نسعى الموضوع هذا. جميل، يعني من باب التذكير ومن باب ايضا اذا كانت في مشكله قائمه انه نذكر انه يا جماعه لا زالت المشكله قائمه. ايش الموضوع اخليه؟ المشكله بعالية موجوده تقريبا عليه ما تخلص بعالية، يبغى لها وقت تقريبا طويل. ايش الموضوع هو؟ لكن نقول اول شيء الله يشفي مولانا فخر الجلاله ويعود على الوطن ان شاء الله سالم غانم ان شاء الله والبدايه. امين امين يا رب العالمين. وثاني شيء اخوي احمد خصوص موضوع الوافدين اللي ساكنين في الحلل. يا اخي على متى؟ على متى يا ناس؟ على متى؟ يا حكومتنا على متى؟ يعني وافد يمشي وسط عواينا؟ طيب في 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 تجاوزات، هو يمشي يمشي لكن في تجاوزات، في تجاوزات اكثر، وبلغنا الشرطه ومجلس الشورى وكل تقريبا الجماعه عندهم خبر، حتى وبلغناهم وحصلوا يبيعوا خمور، وحتى صبح معانا صبح في حصلنا في فسق في الدعاره. طيب هذا لما يتم يجابون الدعاره في البيوت، في البيوت مستاجرين يعني. هذه لما توصل معلومة إلى الجهات المعنية هذه بالتأكيد يتحركوا حتى يعني هذه المخالفات وهذه التجاوزات لا يقبلها لا أحد أبدا. فتأكد أكيد وينهم زين سلاح من أخطاء كلامك، وينهم الجماعة وينهم؟ أنت تعرف مكان يبيعوا فيه مواد كحولية ويمارسوا فيه الدعارة؟ والله الشرطة معانا وجزاهم الله الخير وتعاملوا معانا وتعاملنا معاهم وحصلوا وشلوا بيت تقريبا أكثر عن بيت بيتين. إنزين طيب وشلوهم. أنت عملت صباح ثاني يوم الوافد موجود في المنطقة يعني ما حد قال لي شيء؟ لا ما كيف كذا يا أخي؟ أنا أقول بأمانة أنا مسؤول عن نفسي، أنا أقول الكلمة هذه. طيب أنت فخر من الهندي اللي يبيع الخمور صباح ثاني يوم موجود فيه في المنطقة. طيب تتكلم عن وين بالتحديد؟ والله في منطقة ولاية سمايل، منطقة لزغ. ولاية سمايل لزغ، منطقة لزغ. لزغ كلها؟ ما اني انا اعم على كامل لزغ، لكن انا اعرف المنطقة اللي ساكن فيها انا، منطقة قديمة. طيب عند ما في الحين معانا في لزغ في واحدة تقريبا نكثر عن لزغ. طيب صار بيوت معمار جديد وصار اكثر على لازم يعني. طيب انت الحين تكلمت على الهواء والناس سمعوك، انا اتمنى منك الاخ خليفه بما انك عندك هذه المعلومات المهمه انك تذهب للتبليغ عن هذا الموضوع، وجزاك الله الف خير. بس سرنا ترى احنا سرنا وكلمنا الشرطه وجايين يتعاملوا معانا ووقفوا معانا وشافوا وشلوا يعني، وحتى يمشوا في الحلل يعني، يعني بيت عمانيين وافدين متخالطين. طيب مع بعض الفكره الحين واضحه، الحين اللي اردت انك تخبرنا فيه واضح تمام بدون ما نعيد خليفه. ما نعيد كلامك، نحن وقعنا في وادنا وش نسوي يعني؟ نمشي بالقانون؟ نعم تمشي بالقانون، وكل ما شفت امثالهم تروح تبلغ عليهم، هذا دورك انت. بلغنا. طيب تكلمنا وسوينا شيء. طيب طيب خلينا وين الحين من بعد وين بدنا وين نروح اي مكان بلغ؟ غير الشرطة، غير معالي الوزارة، البلديات، معالي الوالي. طيب هذه جهة توصلها المعلومة خليفة، أكثر من كذا ما أريد نقول شيء. نتمنى من برنامجكم هذا المساء أريد جواب من أي مكان تشوفون حل ورقم موجود معاك، أريد. طيب نحن علينا إذا رقمك موجود، نحن علينا في حال طلبوه إن شاء الله يوصل، وهذه الملاحظة ناقشون فيها، ولا يهمك خليفة. طيب بارك الله فيك والله يحفظك ويعود مولانا فخر الجلالة على وطن إن شاء الله يا رب. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيك وجزاكم الله خير البرنامج. طيب مشكور مشكور. صح بس اسم البرنامج البث المباشر أخي خليفة. ملاحظة مثل هذه ما جديدة، كانت تصلنا من زمان، ووجود الوافدين أن يسكنوا في سكن نقول حلل قرى وما شابه ما يمنعه، ولكن إذا كان هناك ثمة تجاوزات كهذه التي ذكرها الأخ خليفة يحتاج إلى إعادة نظر. اللي ما فهمته أنه كيف خلاص تم القبض عليهم وبعد فترة يعودوا يمارسوا هذا ما أعرف، لا أريد أقول أنه غير دقيق هذا الموضوع،
لأنه اللي يمسك وهو يمارس مثل هذه أكيد تتخذ فيه إجراءات تصل إلى السجن أو حتى الإبعاد. على أي حال هذا الموضوع ممكن الإخوان في الإعداد يحاولوا تحديدا مركز شرطة سمايل كونه أقرب مركز أو هو المركز المعني لضبط هكذا مخالفات، إضافة لعملهم مع الادعاء العام. طيب ناخذ مكالمة قبل ناخذ الفاصل الأول ونقول السلام عليكم. السلام عليكم أخوي، كيف الحال؟ عليك السلام، بارك الله فيك، أخبارك؟ الحمد لله، الله يعطيك العافية. سعيد المكدمي؟ أيوة أخوي، كيف حالك؟ وين تكلمنا أخي سعيد؟ من رستاق أخوي. حياك الله بأهل رستاق كلهم. الله يعطيك العافية، أهلا فيكم، جزاكم الله خير على هذا البرنامج. برنامجكم. الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. تفضل. بس موضوعي شيخي بخصوص رصف طريق. نعم. وهذا الموضوع من 2006. رصف طريق وين؟ الرستاق داخل منطقة المسيندة. منطقة المسيندة، طيب؟ أيوة. زين، هذا الموضوع من 2006 وإحنا نراجع فيه الجهة المعنية طبعاً البلدية. نعم. زين، وفي مماطلة يعني. حتى السنوات الماضية أنا بنفسي راجعت فيه. نعم. نائب مدير، والمدير قبل العيد الماضي وعدني بعد العيد مباشرة بديو فيه. طيب أول شيء خلينا نعرف كم 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 مسافته هذا الطريق؟ يمكن 200 متر أو أقل. 200 متر تبدو ما كثيرة. أيوة. يعني الحين حاليا الشارع الحين حاليا عبارة عن قرقرة ولا معالجة؟ أيوة. معالج. مشكلة انه في صارت شركة جلفار. نعم. بعد ما بعد الحفر وكذا. نعم. صارت سيارات بعد الامطار تنزل سيارات تحت. نعم. في الحفر، لان الحفر ما مردومة زين. ما مساويين الشارع بكذي. نعم. أيوة. طيب. أيوة. اخر مراجعة مع الاخوان في البلدية الرستاق، اخر مراجعة لك ايش قالوا لك بالضبط؟ آخر مراجعة اللي خبرتك إياها بأن نعم. قابلت المدير ونائب المدير. تاريخ حقيقة. أيوة. تاريخ قابلت أيوة أخوي. آخر مراجعة بتاريخ كم؟ تاريخ تقريبا شهر 6/2012. أيوة. 2014 عفوا. لا 2014. نعم نعم نعم. زين، فكانت آخر مراجعة يعني الصراحة يعني تثور المواطن عليهم. الثور يعني تخلي يزعل. نائب مدير يرد عليك باستهزاء. يعني 2013 راجعته، قال لي بداية 2014، هذه الحركة مرة ثانية سوى، قال نهاية 2015. عشان كذي قلت انت في يماطلوا بدون. ايوة. والمدير طيب. وعدني بأمانة يعني المدير حتى اتباع اسمائهم موجود معي اسمائهم. لا اسماء ما نريد، نحن نريد انتقلت نائب مدير والمدير الحين تلحقه المدير معاه الحين. ايوه، والمهندس المخصص اللي هو المخصص اللي حل هذه الامور اللي يشيك عليهم مشرف عليهم. وعدني مع المدير قال انه بعد العيد مباشرة يبدا في الموضوع. بعد العيد. أيوة. بعد العيد 2014. ايوه. طيب لما رحت له وما تنفذ كل هذا ايش قالك بعد؟ قال لي ان هذا في الخطه القادمه مره ثانيه. قلت له كيف في الخطه القادمه وانت واعدين يعني بعد العيد؟ نعم. طيب قد يكون في اسباب، وضحوا لك ايش اسباب انهم تاجل اقامه المشروع بدون توضيح. في ناس، انا اقول لك في ناس لين منازلهم مدد لهم يعني الشارع يعني. نعم. حتى حرام كذا. نعم حرام كذا. طيب يعني سعيد المقدمي، سعيد المقدمي نريد يعني ايضا ناخذ منك توضيح معين. انت تقول انهم يماطلوا وانه ردوا علينا باستهزاء. أيوة. الى اي مدى انت متاكد من هذا الموضوع؟ لانه هو وظيفتهم انهم يقدموا الخدمه، يعني لا يمنوا على الناس. المفروض ايوه المفروض منا انه يرد على المواطن. نعم. يرد عليه باشكاليه العمل وايش اللي حاصل. نعم. ما يرد عليه يقول لي انه لا هذه السنه ما ينزل اسمكم، ينزل السنه القادمه بدايه السنه القادمه.
نعم. في المشروع القادم. نعم، احنا سمعنا منك اخي سعيد والتفاصيل اللي ذكرتها، طبعا انت مسؤول عن كل كلمة قلتها، وبالتالي نفس التفاصيل هذه احنا بنوجهها للاخوان، لانه غير منطقي جدا ان ياتي المواطن ويطالب برصف 200 متر ومهم، وهناك اعمال تقوم بها بعض الشركات الخاصة بالحفر وما شابه، وأن يكون العود غير ثابتة، لأنه تعرف سعيد أي مشروع، أي مشروع عشان يتنفذ لابد أنه تكون له هناك مناقصة وتكون هناك تسند لشركات، فإذا كانت غير مسندة للشركات فلماذا يعطوا الوعود لأبناء المنطقة وما شابه؟ واضحة المكالمة أخي سعيد، شكرا لك. زين أخوي بعد مفضلك شوية نكتفي بهذا سعيد، بس عشان نقدر نركز فيه. لا لأن بوضح لك، بس لأن دائما على كل مراجعة يطلبوا معاينة الموقع. طيب. على كل على كل مرة يطلبوا معاينة الموقع، هذا على دليل على ويش؟ دليل إنه ماشي اهتمام، ماشي نية. على كل مراجعة يطالبوا. يطلبوا أيوة. معاينة الموقع. نفس الأشخاص هم. نفس الأشخاص يحاولون مرة هنا مرة هنا. عند هذا المكتب وذكر لك الاسماء لان ما طلب الاسماء. نعم ما نطلب انت أيوة. بمسمياتهم الوظيفيه وهذا كفايه. انا حفظت اسماءهم من كثر ما تردد معهم. طيب ايش المبرر او ايش المصيغ لانهم كل مره يروح يعاين الموقع، ولما احد يروح لهم يروح يعاين؟ لا والله دائما احصلهم. ايش المبرر؟ ايش اقول لك؟ ايش السبب يعني؟ هل تغير الموقع او شيء؟ لا 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 لا، ممكن قد يكون طبيعة الشارع تغيرت او شيء. لا لا لا، وهذا الموقع بعد الشارع يخدم مدارس ويخدم طيب. مركز صحي، يعني حتى حرام. طيب يعني واضحة المكالمة أخي سعيد. طبعا كذا ما تكلم يعني. والله ما قصرت، انت تكلمت ما فيه الكفاية. واكيد انت ما تتكلم الا من واقع معاناة هناك، وواقع حرص انه تتوفر هذه الخدمة اللي مثل ما قلت، شارع يوصل مدارس ويوصل مركز صحي ويوصل يعني يخدم نعم. الصراحة يعني من 2006 حتى حرام الواحد يتكلم من 2006. الله يكثر من امثالك أخي سعيد. حتى لو يسمع صاحب الجلالة هذا الكلام من 2006 عشان 200 متر. طيب حتى حرام. واضح المكالمة أخي سعيد، شكرا جزيلا لك. حياك الله. حقيقة أحيانا يلومون البعض عندما نتفاعل مع مكالمة كهذه، لكن هذا يعني هل يدعي الأخ سعيد على مدير أو نائب المدير وهم ردودهم هكذا السنة الجاية في كل مرة يروح لهم مراجع يروحوا يعاينوا نفس الأشخاص نفس الموقع هم واقفين عليه؟ احنا ما بنعلق كثير، نحن محتاجين الى رد من الاخوان في بلدية الرستاق سواء كان المدير او حتى نائب المدير. ناخذ فاصل هاني وراجعين.
للتواصل مع برنامج البث المباشر يرجى الاتصال على الأرقام التالية 24602794 أو 24692666. البث المباشر. كما يمكنكم التواصل على صفحتنا عبر تويتر @مباشر راديو @مباشر راديو. البث المباشر. البث المباشر منكم أقرب. أقرب البث المباشر منكم أقرب. حياكم جديد في البث المباشر في وقفة ثانية في حلقة اليوم الخميس 5 مارس. الله يسعدكم. وإذا كنتم تسمعون الآن وأنتم في الطريق إلى محافظاتكم وولاياتكم، إن شاء الله وصول سالم. الحقيقة أن نقف أمام ملاحظات وصلنا، هي عبارة عن أسئلة، والأسئلة تحتاج إلى إجابة، والإجابة لدى هذه المؤسسات التي تطرح عليها الأسئلة. يعني ممكن أكثر المكالمة، يعني فعلا محتاجين إن 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 نحصل على رد مباشر. ليش؟ لأنه هذا الموضوع طرح أمام الملأ، سمعوا القاصي والداني بالنسبة للمسافة أنا أقصد. ونتمنى انه نشوف ايش الحل فيه. حسين الحارثي كان يتكلم عن جريان مياه في منطقة المعترض بولاية إبرة سفالة، صار لها فترة طويلة جدا على الشارع العام، مسببة لبعض الحوادث كيفما ذكر، ولا يوجد حل حتى هذه اللحظة. حمد العلوي ايضا تكلم في موضوع جد مهم لأبناء ولاية ينقل، وهو يطالب بأن تعمل رقوق العين في حال أنه الفلج غير جاري. العين اللي يتكلم عنه هو في أول مدخل البلد، وذكر أنه هذا الموضوع في وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، ولا زال يبحثون عن حل هذا الموضوع. خليفة الرحب يتكلم في موضوع كثير شائك، وهو موضوع أنه بعض الوافدين القاطنين في الحلل في القرى، تحديدا قال في ولاية سماي اللزغ. أنا أذكر بالمواضيع لأنها فعلا لما تكون معلقة وهناك من يسمعها يعني يذهب بالمسلم وما هو موجود. يقول أن الوافدين يتجاوزوا يبيعوا كحوليات، وهناك بيوت فيها دعارة. هنا تبدأ الأسئلة، إذا كان من هناك من يبيع الكحوليات فلمن يبيعها؟
وإذا كانت هناك بعض البيوت استغلها الوافدين لهذه الأعمال كالدعارة وخلافه، من أين أتت هذه المكونات، هذا الموضوع من النساء وخلافه، ومن يتعامل معهم؟ وإذا كان هذا له بلاغ موجود في الجهات المعنية الأمنية المعنية، لماذا يكون مستمر كيفما قال لك خليفة؟ وأرجو أن يكون دقيق أيضا فيها. سعيد المجدمي هذا هو يتكلم عن طريق 200 متر في منطقة المسيندة، لا يلاقي من نقول مدير البلدية ونائبه حسب كلام سعيد أي رد، وإنما مماطلة من 2006. جماعة الخير، ترى الناس يتكلموا في برنامج كهذا ومسموع، أرجوكم تساعدونا، أرجوكم تساعدونا، ثم أرجوكم تساعدونا في الرد عليهم حتى ما يكون كلامهم هو الصحيح 100%. إذا كان في أمور توضحوا للناس وضحوا للناس، هذا برنامج خدمي مثل ما هو يخدم المواطن، يخدم هذه المؤسسات الخدمية، و كعادتها هي متعاونة معنا، بس في الفترة الأخيرة كانت تتردد. السؤال لماذا؟ لكل أسئلة إجابة، أرجوكم جاوبونا في البث المباشر. مكالمة جديدة ونسلم على المتصل العزيز. السلام، السلام عليكم الأخ سعيد. طيب نرجو المعذرة، الأخ سعيد ذاك فقدنا. الأخ جمعة. نعم، السلام عليكم. عليك السلام والرحمة، كيف حالك؟ طيب، يسرك الحال، بارك الله فيك. أهلا وسهلا، هذا البرنامج صدر على كل مواطن بهذه الأرض الغالية، برنامجكم، وإن شاء الله كذي يقدم الرسالة اللي على أساسه موجود. ذكرني بالاسم. جمعة بن جمعة ديم سلم الوهيبي. حياك أخي جمعة، حياك الله. حياك الله. عندي ملاحظتين على السريع لو تكرمت. عني وين تكلمنا حاليا؟ من مسقط. من مسقط، تفضل جمعة. عندي ملاحظة عن الأنارة من دوار مركز شرطة العامرات حتى قريات. نعم. في العمود في 4 أسابيع حصل. نعم. 1 شغال، 2 شغال، 3 شغالة، عاد علها شهور كاملة. أنا يعني مو ليت 1 شغال يعني. نعم. ما إلى صيانة، ما إلى أي شيء. طيب، هذا مكالمة منك إلى بلدية مسقط. هذه ملاحظة الأولى، عاد وعدة شهور. نعم. ثاني ملاحظة لزارة قوى العاملة. نعم. عزك الله، نحن في قطاع الخاص نتابع ونطالب عدة مرات في هذا البث المباشر وغيره وغيره، يعني من الناس. نعم. يخدم شريحة يعني بغلى المعيشة وبالتعديل وبالترقيات، ما حصلنا على أي شيء يعني وردود، وقلت أنتوا بتضيفوا حد من القوى العاملة. جمعة، في موضوع وزارة القوى العاملة كلمني، بحدد لي المطالبات اللي كانت، في وش تقصد فيها؟ قصد فيها يعني غلاء المعيشة. غلاء المعيشة؟ أيوة. غلاء المعيشة يتبع لوزارة القوى العاملة؟ أيوه. من وين قبل غلاء المعيشة؟ لا، شركات قطاع الخاص، بعض من الشركات اللي هم يديروها العمانيين. ايه؟ حصلوا لا غلاء المعيشة 50 ريال أخوانا. نعرف في باقي الشركات، بعض الشركات. يعني بعض الشركات اللي وافدين عمانيين ماسكين يعني وافدين عفوا، ما حصلنا على غلاء المعيشة. أفهم كلامك، أنت تتكلم الحين عن متابعة وزارة القوى العاملة للقوائم القانون اللي صدرته بخصوص مكافأة العاملين 50. نعم. ريال. نعم. بعض المؤسسات تعمل به وبعض المؤسسات لا. نعم. تعمل به. أنا نحن كما نسمع صراحة اللي يمسكوها عمانيين 100% تقريبا حصلوا، ولكن اللي يمسكوها الوافدين لا حصلوا. إلا قالوا راجعوا فيه المسؤولين، قال احنا ما جانا قرار من الوزارة، ما جاء قرار شيء في الجريدة، ما شفتوا شيء، نحن ما نعطي حد. طيب. ثانيا، أول شيء بخصوص هذا يعني بطاقة صحية. أسمعك. نعم، بطاقة صحية بعض الشركات حصلوا عليها، وبعض الشركات لا تنفذ هذه الأوامر يعني. طيب، انت ما كلمتنا في نفس هذا الموضوعين الاسبوع الماضي قبل اسبوعين؟ انا كلمت بس في حد من وزارة قوى العاملة الاقسام الخير ولا حد، فلكن تقريبا اكثر من شهر لم يجينا اي رد من اي وزارة. طيب. ولا من هذا. طيب، انا اريد اوضح لك اخي جمعة وايضا المستمعين الكرام، عندما لا تسمعوا ردود فلا تتوقعوا انه مثلا نحن ما نتابع كفريق اعداد، في متابعة، لا يمنع اذاعة الرد الا انه ما في رد من قبل تلك المؤسسة، هذا كل شيء. كملاحظة موجودة أيضا، وجميل أنك ذكرت فيها، ما أقدر أقول أكثر من كذا.
تعرف عن أقول لك بعض المواطنين يسيروا من شركة هذه إلى شركة هذه، إن ذاك الشركة تعطي الميزات. تكلمنا في هذا الموضوع جماعة، تكلمنا في هذا الموضوع وقلنا جماعة الخير أي واحد يشعر إنه ما أخذ حقه فعليه أن يلجأ إلى الوزارة المعنية، لابد أن يطالب بحقه. موضوع أنه هناك عنده علاوة غلاء معيشة لابد أن يأخذها، حتى ولو كان اللي يديروا المؤسسة الوافدين. البطاقة الصحية نفس الحكاية، عليه أن يحرص ويصر على أنه يأخذها لأن هذا حقه كعامل في تلك المؤسسة. سمعت ما حد الوزارة يقول هذا ما جاء نغلى المعيشة، ما جاء هذا شركة على ذاتها يعني. نعم. مخيرة عن الحد الآن، ما جاء شيء أوامر من الوزارة. مخيرة. طيب نحن نريد من الوزارة مشكورة توضحنا هذا الموضوع وعن مدى متابعتها، فأشكرك عموما جمعة. رجعنا عن أن ترى الناس دا يتحولوا عن المواطنين يتحولوا من شركة. أنت ترجونا في إيش؟ إحنا نستقبل مكالمة وهكذا نأخذ تفاصيلها منك ومن غيرك. أنتم على تجسس معهم شوية وزارة قول عاملة يساعدوا المواطن بدل ما يتنقل من شركة لشركة. الشركة تعطي ميزات، هذه الشركة ما تعطي شيء، هذه الشركة على كذا كعن حوافز. طيب اللي تابع هذا العمل كل واحد وزارة كون تهتم أكثر، أهتم صحيح نهتم لك أكثر، كون تهتم الوزارة بالمواطن. في بعض شركات وتلاحظ شركات ما بين فترة وفترة تقلت شركات تسأل المواطنين. طيب الوزارة عليها تسأل على كل 6 شهور تدخل مؤسسة، تدخل شركة، تقبل ما حد هناك مواطنين، إيش في شيء إيش شيء. أنا ما شفنا الوزارة صراحة. أنا طيب. أخدم في حد شركات الوزارة ما جتنا أبدا. طيب هذا مكفول الرد على وزارة القوى العاملة، الجهات المختصة أن ترد على ذلك، على هذا الكلام يا جماعة. جزيل الشكر، أتمنى شكرا لك جزيلا. على الأطالة يا أخي سمحونا كثيرا. لا لا أبدا ولا يهمك. جزيل الشكر. جزيل حياك الله، الله يسلمك بالخير. واضحة المكالمة وعلقنا عليها ذيك المرة. الحين نتذكر اتحاد العمال، جمعية اتحاد العمال أتوقع لهم دور في هذه المسألة، والحين وزارة القوى العاملة أكيد يسمعوا مثل هذه المكالمة. أتمنى منهم عودونا على الشفافية وعودونا على الرد في فترات سابقة. مواضيع كهذه أعتقد لن تتحير الوزارة لتوضيحها، بالعكس توضيحها يهم شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص، تحديدا من العمانيين، الأيدي العاملة العمانية فيها. الأخ جمعة يتكلم أنه هذا عدم تطبيق مثل هذه الأمور تجعل بعض العاملين غير مستقرين في تلك الشركات يذهبوا إلى الشركات اللي تطبق هذه القوانين. فمن باب أولى وهي تصلها كهذه الملاحظة أن تبدي رأيها وتوضح، ونحن على يقين أنه الإخوان في وزارة القوى العاملة إن شاء الله لن يترددوا في الرد على هذه الملاحظات. طيب مكالمة أخرى، وأرجوكم إذا كان الموضوع طرحينه من أسبوعين أو من 3 أسابيع وما صار في رد، تأكدوا أنه ما صار رد لأنه ما وصلنا الرد، بس هذا كل شيء. السلام عليكم. عليكم السلام. الله خليك، بس صوت المذياع عندك وذكرني بالاسم. مقداد فهد المقبالي. زايد المقبالي كيف الحال؟ حياك الله، كيف صحتك؟ بخير الله يسلمك بالخير. يعطوني الاسم كل مره، يعطوني اسمك بطريقه. اسمي زايد بن خليفه بن زايد المقبالي من ولايه الغابوره مصرات البريك. حياك الله، تفضل. اطالب مياه من 2006، اطالب مياه من 2006. الشبكه تبعد عني 400 متر فقط من غربيه وشرقيه الشبكه، وزايرين عده مرات، والموضوع موجود في الهيئه العامه للكهرباء والمياه، قطاع الكهرباء، قطاع المياه. قطاع المياه وين نعم. وعندنا مسجد جامع يصلوا فيه 1000 نفر، مشيين له بيب انش واحد بس، ويعرفوا الموضوع 400 متر عني الشبكه بس 400 متر. طيب هذا الكلام وين قلت لي؟ في الخابوره تحديدا؟ اي نعم، الخابوره، ولايه الخابوره مرتفعات البريك، ولايه الخابوره مرتفعات البريك، بالضبط طريق حلحل، مثلث حلحل يعني، يعرفوا المكان. نعم. ومزيور عده مرات، مدير عام المياه زارنا بنفسه يعني. طيب الموضوع عند رئيس قسم خدمات المشتركين بالهيئه زاران الراشدي اعتقد له. نعم. كم قلت لي عدد المساكن تقريبا هناك؟ 400 متر بس عني، 400 متر من 2006. 400 متر شرقي وغربي المي، ويوجد 45 بيت. 45 بيت، 400 متر. نعم. يبعد عنكم 400 متر عن الشبكه فقط الاستاذ احمد، 400 متر. نعم. وش 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 ردهم الاخير؟ ايش المانع انه يوصلوا لكم اياه؟ والله ما اعرف،
لأن راجع عليكم الآن تكلمنا معكم بنسمع رديدهم إيش مشكلتهم يعني. هو جميل إنك تتكلم معانا ولكن الرد عندنا ممكن يتأخر، لكن بعكس إنك أنت توصل لهم هناك وتسألهم مباشرة. كل مرة يقولوا لنا شيء، ما يقولوا لنا الشركة، ما يقولوا لنا سيري، كل مرة يدفرون أحد. يوم نروح بنتقابل مع رئيس هيئة كان مشغول، يما نروح الإمارات يما انه يوقع معاملات يما شيء. نعم. ما نرجع مثل المسيرين. طيب مشغول يحدد لكم موعد يعني، ما طول الوقت ورايح المسافر وطول الوقت مشغول يحدد لكم موعد. والله ما اعرف، نتحمل الادارات نتحمل السرعه، نشتغل الساعه 5 من البيت عشان نتقابل مع رئيس الهيئه. ما نوصل هناك يسلم السوق مشغول ولا ما موجود رايح الامارات. طيب طيب واضح المكالمه اخي زايد. حياك مدير عام المياه كان لان استشار مخلي طالب القابرة اعتقد ما يحتاج. قلت وظفته مع الجامع وقلت له هذا الجامع ما في مي وشيل احنا اي واحد يصلي في 1000 نفر يوم الجمعه، 1000 نفر يصلوا في 1000 مصلي ماشي مي مشيل له في انش واحد بس مي. اسم الجامع الشبكه تبعد عنا 400 متر فقط. الجامع ايش اسمه زايد؟ جامع الفردان. جامع الفردان اسمه الفردان. جامع الفردان مرتفعات البريج. طيب. طيب طيب شكرا زايد، معك زباين باين عليهم ومؤثرين على، شكرا جزيلا. ايوه حياك الله. طيب على فكره في حكايه انه لما المواطن لديه مشكله ويذهب الى جهه معينه، هاي اتكلم بصفه عامه انا، يذهب بعد ما يعني يستنفذ كل الحلول ما يحصل الرد من موظف رئيس قسم مدير مدير عام، يصل انه يشعر انه لابد ان يقابل رئيس تلك المؤسسه. طيب جزاه الله الخير، مشغول عنده اشغال عنده ارتباط، لكن حددوا لهذا المواطن موعد ان شاء الله بعد شهر، يعرف هذا المواطن انه في هناك نوع من التقدير لوصوله، نحدد مع تحدوا مع موعد متى ما كان هذا الرئيس رئيس تلك الهيئة أو هذه الهيئة متوفر، لكن أنه طول الوقت ما يقدر يوصل له هذه حكاية. هذا الرئيس هذا المسؤول لماذا وضع؟ موضع لخدمة هؤلاء الناس، مشغول اليوم مشغول الأسبوع الماضي الجاي. طيب طيب مقدرين كل هذا، لكن تقديرا لهذا المواطن لابد أن يعمل له موعد، ما ليست المطالبة بالكثير، هو سيذهب لينقل موضوعه. طيب لماذا يصل هذا المواطن لدرجة أنه يريد يقابل رئيس مؤسسة خدمية معنية؟ لأنه ما وجد من يستجيب لكلامه من الموظفين اللي هم أيضا تحت نطاق المسؤولية لكي ينفذوا متطلبات مواطنين وليس مواطن واحد. مكالمة وبانتظار الرد يا جماعة الخير. الأخ عبد الله العبري. السلام عليكم. عليك السلام والرحمة. يا رحمة، كيف الحال؟ طيب. طيب ما شاء الله كل يوم تتصل فينا الحين عبد الله. والله احضر احضر يعني. حياك الله حياك الله. شلونك يا اخي البرنامج يا احمد؟ الله يسلمك. طبعا خفية كلة ردود شوية يا احمد. ما اسمعك، كيف؟ ردود ردود في كلة ردود شوية. والله هذا مشتكانا ومشتكاكم. والله لأنك طلبت انا كما اقول في مكالمة عندي اسبوعين عن سوق بالة. تذكر؟ اتذكر لكن لا ما الرد يا احمد اسمنا يعني عبد الله لو الرد واصل تتوقع ما من بثنا احنا؟ لا جزاك الله خير وما قصرنا. ايوه لكن عندما لا ياتي الرد هذا وعدونا بالرد، لكن ان شاء الله يقال انه الاسبوع الجاي في حلقه الاسبوع الخميس الجاي ان شاء الله بتكون لا. هناك وفره من الردود واحنا على امل. لا انتم صراحه ما قصرتوا واقفين بدورك صراحه يعني. واجب واجب الله يسلمك. بس سؤال اليوم اخذ احمد بخصوص العيون، طبعا العيون مشهوره في جميع الولايات ومعروف يعني. نعم. زين احنا معنا في ولايه بهله عين اسمها عين وضاح. عين وضاح. اي نعم. نعم. تقع في قلب الولايه. نعم. زين وهذه العين صراحه يرتادوها جميع الزوار والسواح، وعين مشهوره هذه صح، وبعدين صحيه لو احمد. نعم. عين صحيه. كبريتيه، عين كبريتيه. ايوه صحيه يعني كما اقول اذا في مثلا اول امراض سبحان الله. نعم عين الاول يعني عين ساخنه منها كل حاجة. لا عين ساخنه صحيح. ايوه نعم. ساخنه كما اقول كما اقول زينه. نعم طيب مالها هذه العين؟ شوف كما اقول مندثرت ولا احمد اندثرت حاليا. ايوه ومن فتره ما انتم من سنين. نعم ايوه حتى انا تكلمت اذا كان تابع وزاره البلديه الاقليميه ورد مياه. طيب
كلمت في مع موظف بهلة وقال هذه العين احنا صانينها من فترة. نعم. لكن ما رفع لي رجعت. يعني اندثرت لعدم صيانتها او لاسباب مناخية اخرى؟ هو في احيانا يكون امطار وفي جريان وديان لان جاء في قلب وادي درعية. اذا في قلب الوادي اذا هذا السبب مقنع انه هذا. انت سؤالك الحين ايش مطالبتك الحين بالنسبة لهذا العين؟ صراحة اني بغيت الصيانة يا احمد. صيانة هي مندثرة كيف؟ يعني كان اقول فيها هي محوط عليها بسور. طيب. ايوه محوط عليها بسور ده. نعم. والمياه موجودة تحت لكن كما يقول فيها كبت وفيها احجار وكذا يعني. اها. ايوه. طيب وين راجعت في هذا الموضوع عبد الله؟ في بهلة تكلم صراحة مع موظف هناك. ايش؟ وقال ان احنا صانية من زمان يعني من سنوات. يعني صراحة نطالب البلدية او الحكومة الرشيدة ان يعيدوا الصيانة مرة ثانية. صيانة عين وضاح. طيب. عين وضاح بولاية بهلة. ان شاء الله ان شاء الله. بصراحة هذه العين مشهورة يا احمد يعني. طيب. جميع المواطنين وتخدم قرى ولاية بهلة. نعم. ايوه. ولا يهمك ان شاء الله. بس عندي طلب يا احمد. امر. من فضلكم نبغى تستضيفون ضيوف من صندوق المتقاعدين بوزارة الخدمة المدنية. وهذا نطالب صراحة منكم ونبغى طالب منكم. طيب ان شاء الله. وعدنا اول خالد لكن صراحة ما حضر يعني. ما حضروا لانهم ما ارادوا انهم يحضروا. لأنه كثير عليها صراحة كما أقول المواطنية يعني كثير واجع على المتقاعدين. لا طيب تار الكلام وتعرف يعني ولما طيب. صراحة يكون هذا كتضيفون ضيوف. طيب ولا يهمك إن شاء الله. هذا مقترح ونأكده مرة أخرى نحن بحاجة إلى أحد يتكلم في هذا الموضوع لأنه نسبة لا بأس بها تتكلم عنه. أشكرك شكرا. أشكرك شكرا لأحمد حياك الله يسلمك. ناس كثر بانتظار ما يترتب عليه الاجتماعات وما تقر اللجنات المعنية في موضوع المتقاعدين وكم النسبة اللي يتقاعد فيها وخلافه. كان من المفترض حسب التوجيه السامي لمولانا حفظه الله ورعاه أنه على نهاية يوليو 2014، احنا الحين كم شهر 3 2015 ولا زال الأمر معلق. لا ندري الأسباب، لعل التأخير لتهيئة القرارات بما يتناسب وخدمة المواطن الكريم، وهذا شيء طيب. وفقط نريد من يطمننا في هذا الموضوع عن أسباب التأخير، وأيضا يأخذ الملاحظات اللي ممكن تتبادر في أذهان الأخوة المواطنين في هذا المجال فيما يخص بالمتقاعدين ونسبة التقاعد وما شابه. 2-4-6-0-2-7-9-4 راجعين إن شاء الله، ولكن المخرج هاني السعدي يشير بوقفة وراجعين.
حياكم من جديد أيها الأحبة أينما كنتوا تستمعوا إلى أثير إذاعة سلطنة عمان البث المباشر. نسعد بكل الأحبة المتابعين لنا سواء كانوا مشاركين أو حتى مستمعين، وإن شاء الله للي يسلك طريق الآن نقول وصول سالم، دلوبكم خضرة بإذن الله تعالى. تستمتعوا بالإجازة الجمعة والسبت وتعودوا إلى أعمالكم في صبيحة الأحد سالمين غانمين بإذن الله تعالى. الله يطمنكم على كل نقول مسافر، على كل مريض في المستشفى. يبدو موضوع الزيارات واجب، والحركة من ولاية إلى أخرى ومحافظة إلى أخرى إن شاء الله هكذا محفوفة بالأمان، وخصوصا أسبوع مرور دول مجلس التعاون بشعار كثير مميز هذه المرة: قرارك يحدد مصيرك. إن شاء الله هكذا تكون من الأشياء اللافتة والمنبهة ليأخذ الحيطة والحذر. 24-602-794 أو 24-69 رقم الآخر، أرجو المعذرة، 24-692-666. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ سالم الجعفري كيف الحال؟ مساء الخير استاذ احمد، نمسي لكل من يستمع لهذا البرنامج، حياك الله، ونقول دروب السلامه لجميع المسافرين ان شاء الله. امين يا رب العالمين، امين. معك سالم بن محمد الجعفري من ولايه قعلان بن ابو علي. والنعم والنعم والله. معي الموضوعين، الموضوع الاول حول التوظيف. نعم. اولا شيء نشكر القوات المسلحه على توظيفها يعني الكثير من ابناء هذا الوطن، خصوصا من حملة شهادة دبلوم الشهادة العامة. نعم. ولكن أستاذ أحمد هنالك فئة هي من تحمل الصف الحادي عشر العاشر والحادي عشر. نعم. يعني ليس لديها دبلوم الشهادة العامة. فنحن نتمنى وهم يعني على مستوى السلطنة نتمنى أن الذي لديه يعني نحن سابقا درسنا في الأول الثانوي والثاني ثانوي. نعم. الذي لديه شهادة الثاني ثانوي أعمارهم صغيرة وأعمارهم تسمح لهم الالتحاق بالقوات المسلحة أن يستثنى من 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 شرط ضرورة حمل الشهادة العامة، لأن معنا أعداد كبيرة من أصبحوا هؤلاء التوظيف لهم قليل وهم في سن صغير. أنا أرتقي يعني الحكومة متمثلة في هيئة سجل القوى العاملة، وكذلك يعني مجلس الشورى يلعب دور ومجلس الوزراء في حول يعني تعليماته لوزارة الدفاع حول توظيف هؤلاء الشباب الذين هم مؤهلهم دون الثانوي ولكن لديهم الأول ثانوي أو ثاني ثانوي. طيب أخي سالم، خلينا في هذه النقطة، ألا ترى من كهكذا قرار هو يدفع شباب بتكملة تعليمهم على الأقل الدبلوم العام، ألا ترى مفيد وأيضا حتى يصل هو لسن يكون فيها بنيته متكاملة إدراكه أكثر؟ ألا تعتقد أنه أيضا الحكمة من هذا مهمة جدا؟ لماذا يعني نحكم على أبنائنا من الصف العاشر أو الحادي عشر أنهم يشتغلوا في أي كانت تلك العمل؟ لماذا لا يكملوا دراستهم أخي سالم؟ معك، ربما هو ترك دراسته لأسباب أسرية، أو ربما هو أكمل الدراسة أصلا، أو ربما هو لم ينجح. هذه حالات لكن السن يعني ربما سنه هو كبير، ليس يعني أنا أقول لك إنسان أكمل شهادة الحادي عشر يمكن يلتحق، لا. نعم. بشرط أن يكون السن يعني مواكب لخريج حمل الثانوية العام. طيب. هنالك كثير من الطلاب متصرفين لم يكملوا الدراسة، هنالك كثير من الطلبة تركوا الدراسة لأسباب اجتماعية أو ظروف أو إلى آخره. طيب. يعني أنا أرى ليس من الأهمية أن يكون لديه يعني من يعمل بالقوات المسلحة لديه دبلوم الشهادة العامة. طيب، مقترح مثل هذا أنا أتمنى أنه يناقش فيه أعضاء مجلس الشورى، لأن نحن نتكلم عن جهاز أمني يعني في هذا البرنامج، من سوف يجيبنا في هذا الموضوع؟ أنا أتمنى أستاذ أحمد أن لأن لو ليش نقلت لك هيئة سجل القوى العاملة، لأن هيئة سجل القوى العاملة لديها الإحصائية. نعم. كم عدد الذين يحملون دون الثانوية العامة؟ طيب. هذه ممكن نطرحها كبيرة، نتمنى حن دراستها. نعم. من تراكم الأعداد.
طيب احنا ممكن لهم الفرصه. ممكن نسال الاخوان في سجل القوى العامله يعني السبب الحقيقي في عمليه ان يحدد التوظيف من حمله الدبلوم العام ولا يؤخذ بالعاشر والحادي عشر كما هو متبع فيما سبق. النقطه الثانيه الى وزاره السياحه. نعم. حول الواجهه المتعثره. الواجهه وهي الواجهه المتعثره من وجهه نظري انا نعم. عليها الواجهه المتعثره واجهه التي إيش؟ لديها اكثر من 4 سنوات وهي متعثره وهي الواجهه السياحيه بنيابه الاشخاص. قبل سنتين وقبل استضافه مجلس الشورى وزير السياحه تطرق وطالعتنا الصحف وخصوصا جريده عمان بمخطط رهيب وجميل ومنظر ما أروعه حقيقة، وكنا يعني أمنيات نتمنى أن يطبق هذا على أرض الواقع. نعم. في نيابة الأشهر. نعم. ولكن للأسف لا زال هذا الموضوع متعثر إلى يومنا هذا. المناقصة لم تسند. نعم. المشروع لم ينفذ. نعم. المشروع لم يخرج من مجلس المناقصات ووزارة ومن أدراج وزارة السياحة. أنت متأكد؟ نيابة الأشهر نيابة سياحية. يبتعدها الكثير من السواح من داخل وخارج السلطنة وهي من المناطق ذات الجذب السياحي، فأتمنى من الأخوة المعنيين بالأمر في الجانب السياحي أن يعطوا هذه النيابة جل الإهتمام وأن نرى الواجهة المتعثرة أن نراها واجهة مطلة على شاطئ الأشهر. عبارة عن إيش المخطط إذا كان عندك معلومة الأخ سالم؟ عبارة عن كورنيش. طيب. وعبارة عن استراحات وبشكل جميل جدا يعني يلبي احتياجات السائح سواء كان المواطن أو المقيم من أبناء هذا المخطط. هذا ذكرت أنه نشر في صحيفة عمان من عدة سنوات بهذا التفصيل أنه قبل سنتين قبل استضافة مجلس الشورى في اليوم الذي يستضيف فيه المجلس الشورى وزير السياحة أعلن بصفحة كاملة وملون هذا المشروع. طيب عندك فكرة لماذا لم يتم تنفيذه وأنت تؤكد أنه لا يزال يعني كمخطط ورقي لا أكثر؟ نعم لا يزال كمخطط ورقي ولا يزال من وجهة نظري المتواضعة مشروع متعثر طال الأمال لأبناء وأهالي نيابة الأشهر إلى أن يروا هذا أو أهالي بصفة خاصة بصفة عامة هذه ولاية جعلان بن أبو علي. نعم. هذا المشروع ولكن لم يرى النور ربما لأسباب. نحن نتمنى الأخوة المعنيين أن يفصحوا عن الأسباب عن الموانع. هل المبلغ ربما أقل؟ هل هنالك ما يعقل هذا المشروع من حيازات وإلى آخره؟ نتمنى أن المتابع المواطن يكون على علم والرأي العام يكون على علم بهذه الأسباب. جميل. أنت اخترت لفظين حقيقة، قلت في البداية الواجهة المتعثرة وتقصد بها الواجهة السياحية لنيابة الأشخرة. هل تجد يعني الوصف دقيق كنا متعثرة؟ لماذا لم تقول التي يعني مخطط لم يطبق مشروع وعدونا به ولم ينفذ؟ يعني لأن المتعثرة تعطي معنى أنه لا أمل لا رجاء من أنه يكون في المستقبل. أشكرك أستاذ أحمد على هذا السؤال. كوني كابن لهذه الولاية وابن من هذه النيابة ومتابع دقيق لما يحدث لها من تطورات ومن آخرة، سبق أن كانت هنالك أوامر سامية من أجل تطوير الأشهر ولكن للأسف لم ترى النور. في هذا كان يعني في الثمانينات ولذلك جاء مشروع ونحن على أمل أن يأتي هذا المشروع والمناقصة قلصت ولم يتقدم لها أحد وبعد ذلك نزل مشروع المناقصة الواجهة السياحية ونحن أكثر من 3 سنوات ليس لنا إلا الانتظار والانتظار. جميل. واضحة الملاحظة. بما أنك أنت يعني مقربة عن نقول الوضع هناك في جعلان بني أبو علي تحديدا في نيابة الأشخرة أخي سالم، متابعتكم مع المعنيين بالمتابعة كعضو مجلس الشورى قد يكون عضو مجلس الشورى، هل لديكم تواصل معه في هذا المعنى؟
عضو الشورى هو من باب عمل الولاية لها عضوان ممثلان لهذه الولاية ولاية جعلان بن أبو علي. من تتبع له؟ متابعين هذا الموضوع. نعم. والآن نحن على قرب انتهاء الفترة السابعة. نعم. والمشروع حقيقة لم يرى النور، ربما هم تابعوا وفرقوا ومن واجبهم أن يتابعوا ويطرقوا، ولكن إيش الرد؟ إيش الرد؟ إيش الرد؟ لن نرى جديد في شاطئ الأشهر. طيب إيش الرد اللي هم حصلوا عليه وبالتالي يتم إبلاغه للمواطنين هناك في الولاية لديكم؟ يعني إيش الرد؟ أكيد يعني عضو مجلس الشورى سأل إيش الرد؟ المشروع في المناقصات، ربما المناقصة لم يتقدم لا إلا عرض واحد، هنالك كثيرا من أنا أتمنى من الأخوة المعنيين بوزارة السياحة أن يطلعون نحن كمواطنين وكمتابعين ويفيدوا الرأي العام بأسباب تأخير الواجهة المتعثرة. جميل جميل، أشكرك سالم. شكرا لك أستاذ أحمد، وشكرا لمخرج البرنامج. جزاك الله الخير. حياك الله. يضاف هذا لمجموعة الملاحظات التي تحتاج إلى رد. يعني في عز الصيف فعلا هذا المكان كثير رائع لأشخره، في عز الصيف يعني إذا أردت أن تنتعش بنسمة رائعة بهية فعليكم بولاية الأشخرة بالنسمات التي تأتيها من محافظة ظفار. هناك من يتحدث عن بيوت شباب موجودة ولكنها لا تحقق المنشود هناك، الكلام عن شاطئ مرصوف وعن مساكن على شكل مصايف أو شاليهات أو ما شابه، أنها تكون هذه المنطقة يعني واجهة مهمة. الكلام اللي يتكلم فيه الأخ سالم يقول له من سنتين أن هناك مخطط جديد، لكن حتى هذه اللحظة ما تم الرد أو إعلام الناس ماذا حدث في الموضوع. أحيانا عندما يكون في خطة استراتيجية معينة لأي مشروع كان، قد يكون قريب المدى أو بعيد المدى، لكن الناس تعرف إيش اللي حاصل في هذا المشروع حتى أنهم يطمئنوا من باب الاطمئنان. شكرا سالم لطرحك الموضوع، وننتظر رد الإخوان في وزارة السياحة للحديث عن هذا المخطط وسبب أنه لم يتنفذ حتى هذه اللحظة. نحن لسنا مع الكلمات اللي تعطي انطباط مغلق، متعثرة، يعني غير مكتملة وما شابه. هي نعم قد يعني تجسد واقع الحال، لكن مشروع لم يرى النور، مشروع تم الإعلان عنه ولم يستكمل، مشروع المعلومات عنه غائبة. هل تم إلغاؤه؟ تعرف الناس أنه تم إلغاؤه. مثل هذه الملاحظات يا جماعة. نأخذ مكالمة قبل الوقوف في فاصل، لكن لا نأخذ المكالمة بعد الفاصل أفضل هاني، حتى الأخ المتصل الكريم يكون له الوقت حتى يعرض موضوعه كما ينبغي. راجعين والبث المباشر. حياكم من جديد في البث المباشر في وقفة أخيرة، نملك من الوقت أقل من 10 دقائق. مباشرة إلى المكالمات 24-602-794. السلام عليكم. مساك الله بالخير أستاذ أحمد. مساك الله بالنور والصحة والسلامة. معك أحمد عبد الله سليمان البلوشي من ولاية السويد. حياك أخي أحمد، تفضل. الله يبارك أستاذ أحمد، أنا عندي لي نداء اثنين ولي استفسار. نعم. الأول إلى وزارة التربية والتعليم. نعم. حول المعلمات الذين تم نقلهم إلى مناطق بعيدة عن سكنهم، الذين نقلوهم من شناص وصحم وولاية السويق إلى عدم، إلى ولاية عدم وولايات أخرى الشرقية، علق المضى عليهم على 3 سنوات و4 سنوات. هذول معلمات مساكين يعني عندهم أسر عندهم كذا، يقول يعني تمضى عليهم سنة سنتين يقربونهم يا أستاذ أحمد. نعم. يعني مضى عليهم كثير المعلمات. نعم. طيب يعني على الأقل يكون يقربونهم إلى بيوتهم.
يعني خلوا للمعلم سنة ونص، ما أربع سنين وثلاث سنين، هذول مرتبطات بأسر، نرجو المراعات لهؤلاء المعلمات. هو صحيح أخي أحمد، يعني هن مرتبطات بأسرة، لكن أيضا هن مرتبطات بعمل. المدارس هذه إذا يعني كإدارات، اللي نعرفه كإدارات، إذا كانت تسمح بعملية نقل مدرسة قريبة من منطقة سكنها فهذا أفضل، ولكن إذا كان عدم احتياج أو عدم توفر مدرسات بنفس المؤهل يدرس نفس المواد في تلك المدرسة اللي تبعد مثلا 50 أو 80 كيلو أو 100 كيلو، فهذا أيضا ينظر لها، ولا إيش رأيك؟ زين أستاذ أحمد، لكن يكون تبادل، طيب نقلا يخفي في وافدات، يحل المكان، يحل الوافدات عازبات، طيب طيب يجيبوا الوافدات يحل مكانهم، يعني يساعدونهم. طيب انت الموضوع الثاني حول النقل، انا كلمت الاستاذ المهندس احمد من وزاره النقل، نعم، بخصوص النقل. احنا يا استاذ احمد متقيدين ان نحمل 500 طن، نحمل 30 طن، 500 كيس. ايش تحمل؟ ايش عندك بالسيارة؟ ايش من الدول المجاورة تحمل فوق 1000، طيب. وسيارات الثانية تحمل 1000، فليش ليش ما يكون يعني أحمد. رقابة أحمد. يا اما يحمل الجميع يا اما يعمل الجميع. اخي احمد ملاحظتك ذي ما واضحة، خبرني اول شيء انت ايش تعمل، ايش نوع السيارة يعني اللي عندك؟ هو قرار استاذ احمد بخصوص السبيد، ايوة نقل السبيد، اول نحمل 1000، نعم، فقالوا ان هذا وزن للشوارع، نعم، الجسور. طيب الجسور مضى عليهم 44 سنة والحمد لله ما في شيء، لكن ترى نحن نقول كل تشوف وزارة النقل ما في مشكلة، مصلحة العامة. طيب ايوه، لكن يطبق على الجميع، يطبق على الجميع. ايش المفروض الحين، ايش القانون المفروض ان يطبق؟ يعني في ناس تحمل 500 ما مطبق النظام، وفي ناس إذا عندك الخميس والجمعة في الليل يحمل حمل ولا على 1000. طيب أنت الحين إحنا نحمل 500 نخسر، نعم، نضع ندفع أضعاف الحمل الأولي. الحين أنت تطالب إنه يا جماعة في ناس مخالفة لهذا القرار وتحمل أكثر من الحمولة المقررة، أيوة، وشوفوا حل لهذا الموضوع، صحيح؟ أشوف حل. موضوع الاستفسار سيد أحمد، يعني أسف ما أقدر أقول إن في ميولة معك، اسمح لي، لكن أنا اتصلت عدة مرات حول محكمة الخوير الاستدعاء قسم التنفيذ، طيب. ما سويت شيء، حول وزارة البلدية مثل تسليك المجاري، طيب. وكذا كذا مواضيع ما أثرتوهم أستاذ أحمد، ما أثرناهم ولا ما حصلنا الرد فيهم؟ والله ما أعرف، هل أنت بلغتوا الجهة المعنية؟ نعم، تم تبليغ الجهات المعنية تأكد من هذا، أما فيما يدخل في إطار الإدعاء العام والمحكمة فأقول لك أنه البث المباشر لن يجد حل لهذا الموضوع، لأن هذه الأمور أساسا لا تطرح في برنامج كالبث المباشر، أكون صريح. لا لا أستاذ أحمد، عفوا، ما في شيء، هذا استفسار، يعني هذا الجميع مستفيد، أنا ما أتكلم عن نفسي، نعم، أتكلم عامة عمومة يا أستاذ. طيب ما انا اقول لك، يعني ما يجي رد معناه انه اي جهه معنيه ما ابدت استعدادها في الرد، هذا كل شيء اللي اوضع لك اياه، عشان ما نقول لا والله انتظرنا ونحن عارفين ان ما نحصل رد في امور تتعلق بالادعاء العام او المحاكم وقراراتها. لا ما الادعاء العام، المحكمه، ما الادعاء العام استاذ، المحكمه، انا ذكر المحكمه، انا اقول لك وزاره العدل، وزارة العدل، هذا من وزارة العدل، ما من الإدعاء العام. أي موضوع فيه يعني طيب قرار من المحكمة، وزارة العدل. نعم أستاذ أحمد، نعم، الله ينعم عليك، استضيفهم من فضلك حد من وزارة العدل، والله هي على إيدك، وحد من وزارة البلديات، البلديات ممكن أنا أقول لك، لكن أي شيء في حكم قضايا وخلافه لا يناقش في البث المباشر، أرجو أن تكون المعلومة واضحة من باب الصراحة بيننا. أي موضوع خدمي آخر نحن ممكن نضيع المكالمة وممكن نطلب الأخوان في الاستوديو للرد أو حتى عن طريق المكالمات الهاتفية، واضح أخي أحمد؟ واضح، مشكور، حياك الله. هذه يبغى نوضحها أكثر، مع أنه المتصلين عارفين طبيعة البرنامج، يعني في أي موضوع فيه وصل للشكاوى
الشكوى تأخذ مجراها وفق نظام معين للدعاء العام الشرطة ومن ثم الوصول إلى المحكمة، وبالتالي في طرفين يتنازعوا في هذا الموضوع. البرنامج البث المباشر لا يعنى بهكذا مواضيع من باب الأمانة، فعشان ما نعشمكم من الله والله ممكن نحن نحصل الرد وهذا، لأنه في تفاصيل ما تطلع على الهواء يا جماعة، في شكوى في 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 هناك مدعي ومدعى عليه وما شابه، فاعذرونا. أيضا في نفس الوقت إذا كان ثمة حكم قضائي في مسألة معينة، في شيء اسمه استئناف ليس مجاله هنا، فإحنا بهذا الطريقة نكون تدخلنا في عمل المحكمة، وهذا ما ينبغي في برنامج بث مباشر يعرض لكل الناس، لأن بعض التفاصيل اللي ممكن تسمح بها أنت نتعرض قد غيرك لا يسمح، وندخل في إطار التشهير وما شابه، فاعذرونا جزاكم الله الخير. تفهموا ليش إحنا ما ناخذ المكالمات اللي فيها حكم قضائي أو وصلت للادعاء العام أو حتى إجراء معين تقوم بجهة أمنية معينة. نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد، زميل خالد الزجالي إن شاء الله يرجع لكم في البث المباشر، وسموحة منكم على أي قصور في المرحلة اللي كنت فيها شخصيا معكم على الهواء. أخيرا تقبلوا تحيات فريق العمل اليوم، عبدالله البلوشي، أنس المشيفري، أحمد بن درويش الحمداني، وكان معكم في الإخراج هاني السعدي. دائما وأبدا اللهم آمين. الله يحفظكم، الله يحفظ عمان وجلالة السلطان. إلى اللقاء.